هاي واضح رانيا يوسف. اكتر عمل جنوني عملته في حياتي نطيت من الطياره بالباراشوت طبعا. ما اتجوزش ولا تاني ولا تالت مره. انا دموعي قريبه قوي فتلاقيني حتى وانا بضحك دموعي بتنزل. ف كان ساعه وفاه استاذ سمير غانم، كان ايفنت كبير ومعجب عايز يتصور معايا دخل ورايا التواليت الحمام. غيورة على الناس اللي بحبهم؟ لا مش غيورة على قد ما بخاف عليهم، لكن لو بتتكلمي من غيرة من ست الراجل على حسب بحبه قد ايه يعني. غيرتي متهيألي لطيفة مش مؤذية. لا نفسي شعري يرجع تاني طويل وتقيل زي ما كنت وانا صغيره شويه، بس للاسف عوامل التعريه وديته في داهيه. ام لخي، اخد بناتي في حضني طول اليوم واقعد ابوس فيهم. لا اقدر اقعد من غير موبايلي على طول. على فكره انا بكره التليفونات، وكنت زمان عايشه في هدوء اكتر من كده لان انا شخص طبيعي هادي، محبش الازعاج محبش الدوشه، يمكن طول الوقت تليفوني سايلنت. اهم حاجه ابقى مطمنه على امي ابويا اخويا بناتي، هم دول اهم ناس بالنسبه لي، بعد كده الدنيا تمام. بحب اسمع الراديو جدا، بحب حد يقعد يكلمني وما ردش عليه، فهو الراديو بيعمل المهمه دي بالظبط. بسمع مزيكا، بسمع اغاني، بقرا كتاب، بلعب رياضه، بحب الرياضه. نانسي، عشان انا كان اسمي نانسي وبعدين غيروا لي اسمي، وبعدين لما انا خلفت بنوته جميله سميتها برضه نانسي. بالنسبة لي انه الواحد يبقى صادق هي اهم حاجة، دي حكمتي في الحياة. شكرا واضح.